انا الدكتور عوض بسار استاذ الاشعه في كليه الطب الزقازيق. بالنسبه للتوك اللي انا بقدمه في المؤتمر اهميته من الناحيه الاجتماعيه ومن ناحيه علاقته بالمجتمع، ان كون تدخل علم الاشعه الحديث بما حدث له من تطورات غير عاديه في مجال تشخيص الامراض النفسيه، انا بقول للناس ان الافكار القديمه كلها ان بلاش تروحوا لدكاتره نفسيه، بلاش تعالجوا الامراض النفسيه، ادويه النفسيه بتعمل ادمان، الكلام ده كله بطل في العالم كله، اصبح في تدخل بين العلمين ادى الى الاكتشاف المبكر لهذه الامراض والقدره الغير عاديه على ضبط جرعات الدواء وحتى استنباط انواع جديده من الدواء ومتابعه الحالات بما يقلل من حده الاعراض فيها، وفي نفس الوقت بيفيد في تقليل المضاعفات التي الكثير التي تنجم عن هذه الامراض اذا تركت بدون علاج. وشكرا.